نظمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين صالونا نقاشيا حول العدالة الاجتماعية، وذلك في إطار الفعاليات التي تنظمها التنسيقية حول القضايا المطروحة ضمن الحوار الوطني. وتناول الصالون مناقشة عدة محاور، منها مفهوم العدالة الاجتماعية وكيف يمكن تحقيقها وسياسة الدولة في تحقيق التنمية. كما تطرق الصالون النقاشي إلى دور الحوار الوطني في العدالة الاجتماعية وكيف تسهم البيئة التشريعية الحالية في تحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كان يعني بيشغله جدا، واحد اولوياته اللي تعتبر رقم واحد هي الحمايه الاجتماعيه، ايصال يعني هذه المظله الاجتماعيه او الحمايه ان هي يعني تكون تحتها وتكون بتشمل عدد كبير جدا من المواطنين وخاصة الأولى بالرعاية والحماية. شفنا في عهده حاجات كتيرة جدا ويعني أفكار حتى كتيرة جدا. بنتكلم عن حياة كريمة وهي المبادرة الكريمة الحقيقة. حياة كريمة مش مبادرة عادية ولا مبادرة ينفع تمر مرور الكرام. حياة كريمة مبادرة كانت مصرة جدا إن هي تنجح دون حديث ودون ضجيج، لا بالعكس كانت بتشتغل، راحت للأرياف وللقرى واشتغلت بنية تحتية بشكل محترم وقوي جدا. العدالة الاجتماعية مطلب إنساني يجب أن يكون لكافة الأنظمة وكافة الحكومات وكافة منظمات المجتمع المدني وكافة المواطنين أيضا، لأن عليهم دور. ما تم من يعني سياسات انتهجتها القيادة السياسية المصرية على مدار السنوات الماضية في تحقيق مفهوم العدالة، لا كانت حقيقة خطوات واسعة للغاية. ضرورة استمرار دعم برامج الحماية الاجتماعية اللي بتحدث حاليا لحماية الطبقات الاجتماعية البسيطة التي تضررت بشكل كبير من جراء الأزمات المتلاحقة الاقتصادية اللي كانت بسبب أزمة كورونا وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وما ألقت به من ظلال على ارتفاع الأسعار ومطارات التضخم في الفترة الأخيرة. حماية الصالون اللي دارته التنسيقية اليوم حول العدالة الاجتماعية بيجي في وقته المناسب. النهاردة اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، وبمشروعات الدولة الضخمة توجهاتها الصريحة الآن اتجاه عدد من المفاهيم المختلفة سواء مفاهيم اقتصادية أو مفاهيم اجتماعية، كان لابد أن احنا نطرح مفاهيم العدالة الاجتماعية وبالأخص في الكيان الشبابي الذي يحمل كافة الأيديولوجيات. تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اختلاف وتنوع الأيديولوجيات للمشاركين بالصالون هو اللي أغنى فكرة العدالة الاجتماعية، ووصلنا لحقيقة ثابتة وهي أنه كافة الأيديولوجيات والأشخاص والعاملين بالمجال العام يدعمون تحقيق العدالة الاجتماعية.